بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. شوفنا في الفيديو اللي فات ازاي نجنريت سيلف ساينس سيرتيفيكت. خلينا في الفيديو دوت نشوف ازاي نستخدم السيرتيفيكت ديت ونشوف ازاي نكريت ديكريبشن بوليسي. هنروح على السيرتيفيكت الاولانيه اللي احنا كريتناها وندوس عليها. هيظهر هنا عندي انفورميشن عن السيرتيفيكت، وزي ما احنا شايفين انا ما اقدرش اعدل في اي كونفيجريشن خاصه بالسيرتيفيكت ديت. تمام، انا هعلم على الاوبشن دوت وهقول له البالالتو يستخدم السيرتيفيكت دي از تراستد روت سيرتيفيكت، وهعلم على الاوبشن دوت بتاع الفورورد تراست سيرتيفيكت. تمام، وهسيب الاوبشن الثاني بتاع الان تراستد وهقول له اوكي، واقول لكم ليه استخدمنا الاوبشن دوت وازاي وايه فايدته. هروح بعد كده على البوليسي وهكريت ديكريبشن بوليسي. الديكريبشن بوليسي زيها زي السكيورتي بوليسي، بتطبق من فوق لتحت. لو انا عندي اكتر من بوليسي فلازم نخلي بالنا في الترتيب واحنا بنكريت الديكريبشن بوليسي. فاجي هقول له اس ال ديكريبشن بوليسي، وهاجي اقول له سورس اي حد في اللان، وهاجي احدد له الجروبس اللي اسمها اي تي. تمام، وهاجي في الديستنيشن هقول له دلوان، وهقول له اي سيرفيس واي يو ار كاتيجوري. وعندي بقى هنا في الاوبشن يا اما ديكريبشن يا اما نو ديكريبشن. نو ديكريبشن يعني هو مش هي ديكريبت الاس ال ترافيك، كاننا مش عاملين ديكريبشن بوليسي. تمام، انا هختار له ديكريبشن. وعندي في التايب عندي 3 تايبس. اول حاجه الفورورد بروكسي، وزي ما قلنا هنا البالو التو بيأكت از مان ان ذا ميدل، وبيبص على الترافيك الاوت باوند ترافيك اللي خارج من الانترنال يوزر للانترنت، وده اللي احنا هنستخدمه. الاس اتش بروكسي ده لو انت عايز تديكريبت الاس اتش بروكسي، وهنشوفها ان شاء الله قدام. الاس ال انباوند انسبكشن، ودي بنستخدمها مع الانترنال ويب سايت زي الميل سيرفر او الويب سيرفر، وده هنشوفه ان شاء الله قدام. فاحنا هنستخدم الـ SSL Forward Proxy والديكريبشن بروفايل انا مش هستخدمها دلوقتي، وهنشوف ازاي امتى نستخدمها وليه هنستخدمها. هقول له اوكي. تمام، وقبل ما هقول له كوميت تعال نروح نشوف الكلاينت اللي عندنا. لما بيجي اكسس ويب سايت SSL او HTTPS اللي بيحصل، لو دوست اف 12 وجيت شفت السيرتيفيكت هلاقي ان السيرتيفيكت اللي عندي، ان السيرتيفيكت بتاع جوجل مثلا هي issued to google.com و issued by Google Internet Authority. تمام، ده بالنسبة للكلاينت اللي عندي. لو رحت عند كلاينت 2 او ال HR هلاقي نفس القصة، ان اليوزر او ال SSL traffic اللي خارج من اليوزر ل الانترنت، السيرتيفيكت الويب سايت هو اللي بيجنريت السيرتيفيكت، واليوزر بيتراست السيرتيفيكت ديت لان هو بيتراست الروت سيرتيفيكت عن طريق الويندوز. تمام، وبالتالي مفيش اي انترسبت بيحصل، مفيش اي مان ان ذا ميدل موجود دلوقتي. واليوزر تمام الكونكشن ما بينه وما بين الويب سايت سكيور، ومفيش اي حد يقدر ياتاك او يقدر ينترسبت الترافيك ما بين اليوزر والويب سايت ده. خلينا نروح نعمل كوميت ونشوف ايه اللي هيحصل عند اليوزر. خلي بالك لما تيجي تعمل بعد ما نعمل كوميت كده هيظهر هنا warning. تمام، وهقول لكم الورننج دوت انا سبته، يعني زي ما احنا شايفين هو بيقول لك ايه هنا. الفورورد ديكريبشن ان تراستد سيرتيفيكت نوت كونفيجر. احنا هنا لما جينا عملنا تشيك للايه، للاوبشن اللي اسمه تراستد او فورورد تراست سيرتيفيكت، وما علمتش على الاوبشن دوت. هو هنا بيقول لك ايه، بيقول لك الاوبشن دوت نوت كونفيجر. الفورورد ديكريبشن تراستد سيرتيفيكت هتستخدمها بداله، يعني السيرتيفيكت دي كاني معلم على الاوبشن دوت. تمام، فنتيجه ان انا مش بستخدم الان تراستد سيرتيفيكت، او انا مش عامل سيرتيفيكت
عشان خاطر الـ Untrusted Certificate أو الـ Forward Untrusted Certificate، هو هيستخدم الـ Certificate ديت في الـ Trust والـ Untrust. طب دي لازمتها إيه؟ هنشوفها قدام. تعال ندوس Close ونروح عند الـ User ونشوف إيه اللي هيحصل بعد ما طبقنا الـ Decryption. الـ User دوت اللي هو HR تمام، ده HR1 بالمناسبة. تمام، HR1 زي ما هو ما حصلش عليه اي حاجة لان انا مطبق الديكريبشن بوليسي على الـ IT بس. تمام، تعال نروح على Client 1 اللي انا عامل لوجن بيه الـ IT. لما نيجي نشوف جوجل، اداني warning وقال لي ان السايت دوت مش trusted. ليه؟ لان هنا البالو التو عمل انترسبت للكونكشن واصبح هو مان ان ذا ميدل. لو جينا عملنا كده اف 12 وشفنا السيرتيفيكت، هتلاقي ايه؟ ان السيرتيفيكت ديت ايشوت تو جوجل، لكن عن طريق مين؟ عن طريق البالو التو تراست. تمام، زي ما احنا شايفين هنا، لو جينا هنا او لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان الستيتس او هتلاقي ان الروت سيرتيفيكت دوت نوت تراستد، او الكلاين ده مش بيتراست السيرتيفيكت ديت. تمام، وبالتالي هو مش قادر ياكسس الويب سايت الاس اس ال او الويب سايت اللي شغال ب اتش تي تي بي اس، لان السيرتيفيكت اللي البار التو بيستخدمها هنا الكلاين دوت مش بيتراست السيرتيفيكت ديت، وبالتالي مش هيقدر يكومينيكيت ثرو الاس اس ال سيشن. تمام، هنشوف الفيديو اللي جاي دوت ازاي بقى احل المشكله ديت، وازاي اخلي اليوزر او الكلاينت اللي عندي تتراست السيرتيفيكت وما يظهرش الورنينج دوت. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.